الناس موطرة عندهم الأمور والقدرة الشرائية ما عند الناس باش كتشري. والمشكل الكبير هو أن حتى الحوايج الناس ما عندها باش تشري حتى شي حاجة للوليدات ديالهم. وهذا المرض هذا مازال مستمر وما فهمناش حتى شي حاجة، ما كاين لا بيع شراء، ما كاين حتى شي حاجة. والناس كتعاني بزاف من هذا المشكل ديال الكوفيد، والناس ما خدماش، الناس بزاف جالسين وعندهم مشاكل عائليه بالنسبه للمدخول ما عندهمش، والحويجات اللي كي مولفين كيشريو الدراري لا ذاك العام ولا هذا العام، هذا العام اكثر مازال كتزاد الاوضاع كثيره وفيها بزاف الخصام مع الناس، مع عائلتهم، مع اولادهم. والناس مساكنة راه كاين اللي خرجوا لي الحوايج برا، كاين اللي تفارق مع مراته، كاين اللي كيضرب في ولاده، كاين اللي ضرباتو المراه، وبزاف د المسائل. هذا الشيء راه تيخلع المجتمع المغربي. كيف اختي الطاقة الشرائية قلت على السنين الماضية، والناس صراحة شوية الله يحسن العوان، يعني الناس وقيل قلت الفلوس ولا ما عرفت، ولكن الله يحسن عوان الناس وصافي. مش بحال هذيك السنين الاولى كانت الخدمه مزيانه، دابا راهي قلت بزاف، مش بحال ما كانوا هذيك السنين الاولى. حتى الناس اللي كيفاش الناس قليله، يعني مش بحال ما كانت في الاول. واكيد يعني سبب الناس ان هي اللي قلت الشراء هي الازمه ديال كورونا. الناس اللي يحصل العوان ما خدامين ما والو، وهذه هي المشكله.